شرائط من المخمل والخرز البراق هي من أبرز اللمسات التي تظهر على فساتين الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، بالإضافة إلى بعض مقتنياتها التي تعرض ضمن مزاد خيري في العاصمة البريطانية لندن. وهذا الفستان الحالك السواد ارتدته ديانا خلال رقصتها الشهيرة مع جون ترافولتا. كانت رائعة وهي ترتدي هذا الفستان، ونذكر جيدا نظرتها الرائعة في تلك الليلة وهي تحني برأسها للأسفل وترفع عيناها للأعلى، ومن ثم رقصة الشهيرة لأكثر من نصف ساعة على وقع أغاني جون ترافولتا. وهذا الفستان الذي بهر الحضور خلال حفل عشاء أقيم في البيت الأبيض عام 1985 والذي يفوق ثمنه 300,000 دولار، كيف تقدرون قيمة الفساتين؟ إنها عملية صعبة بالفعل، فنحن نقدر قيمة وثمن الفستان في التسعينيات وكيفية تصميمه والمناسبة التي ارتدي فيها، سواء أكانت مناسبة عامة أم حفل عشاء خاص، وهل التقطت الصور للأميرة أو مقاطع فيديو للأميرة وهي ترتديه، وفيما لو ارتبط الزي بقصة ما. وهذه الفساتين تروي ذكريات مضت، ويلاحظ هنا بعض الطبع الناجمة عن عدم تنظيف الفستان مثل يد طفل هنا وأصابع وغيرهما. كيري تايلر مشهورة بتنظيمها المزادات الملكية، فقد عرضت رداء السباحة الخاص بدوقة كامبريدج كيت ميدلتون الذي يروي قصة حبها بالأمير ويليام والتي بدأت بارتدائها له عندما كان في الجامعة، وبيع هذا الزي بأكثر من 124,000 دولار. تعتبر كاثرين من الشخصيات التي تعرف ما تريده ولديها ذوقها الخاص ولا تخاف من ارتداء ما يحلو لها وتعتقد بأنه يناسبها، وأنا متأكدة من أن الناس سيتطلعون إليها خلال السنوات المقبلة ويقتدوا بها مثل ما فعلوا مع ديانا. لا شك أن ديانا كانت مختلفة وتمثل أميرة للشعب، إذ تابع الناس قصص حبها وأفراحها وأحزانها، وستبقى مكانتها مميزة في قلوب الناس. مكانة مميزة للأميرة الراحلة ديانا في قلوبهم وجيوبهم، إذ يعتقد بأن المجموعة المكونة من 10 فساتين سوف تحصد أكثر من 1,000,000 دولار عند بيعها في المزاد.